خلينا نتحول لحاجة تانية بقى، مشروع كبير هو مشروع أهل مصر، وده موجود في المحافظات الحدودية، بتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، في زار 200 طفل قصر عابدين، وزاروا كمان بانوراما حرب أكتوبر، وده بيجي بعد أيام من مشاركة مختلفة في مبادرة كتف في كتف. خلينا نتعرف أكتر على مشروع أهل مصر، المشاركة الفنية في مبادرة كتف في كتف، من الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة قصور الثقافة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. أهلا بيكي، كلمينا عن هذا المشروع، تفاصيله، الهدف منه، هنعمل إيه بالظبط يا فندم؟ إحنا في مشروع أهل مصر معانا الأطفال من المناطق الحدودية كلها، عندنا أطفال من شمال سيناء، عندنا أطفال من جنوب سيناء، عندنا أطفال من راس شدربة، من الحلايب، من شلاتين، من أبرماط، عندنا أطفال من سيوة، عندنا أطفال من برانيا، عندنا أطفال من نوبة وأسوان، عندنا أطفال من الوادي، ومعاهم إخواتهم من القاهرة. بنعمل عملية دمج لثقافات الأطفال دول مع بعض من خلال عدة أنشطة كتير. إحنا بنعمل أكتر من نشاط. عندنا النشاط الأول بيبقى الزيارات الصباحية للأطفال. إحنا عندنا برنامج من الزيارات بيشمل عندنا هم راحوا البانوراما أكتوبر، راحوا قصر عابدين في الأول، بعد كده النهاردة هم في متحف القومي للحضارة المصرية في القسطاط، بكرة هيبقوا في إن شاء الله في الأهرامات، بعد بكره هيبقوا في حديقه الحيوان، بعد كده هيبقوا في مجمع الاجيال، ويوم الاثنين هيبقى الختام بتاعهم. دي الزيارات اللي احنا بنعملها لهم. داخل الزيارات بيبقى في ورش حكي تفاعليه مع الاطفال عن المكان واهميته وحكايته وكل ما يخص المكان ده من تراث مادي او غير مادي او لا مادي. خلينا في البدايه دكتوره نرجع لبدايه الموضوع كله، جت منين؟ ازاي تم اختيار الاطفال؟ ازاي شاركوا وتقدموا عشان يبقوا موجودين؟ هل خدتوهم ولفتوا بيهم كده في محافظاتهم الاول، ولا حبيتوا انكم تعملوا الحاجه الاكثر تسليط الضوء عليها في الاعلام فخدتوهم الاماكن المشهوره في القاهره؟ هو المشروع ده احنا شغالين عليه من 2018. كان له 3 مراحل، احنا في المرحله الثالثه. المرحلة الأولى كنا بنجيب الأطفال من محافظة واحدة من المناطق الحدودية وبنقعد معاهم أسبوع كامل مع إخواتهم هنا في القاهرة على عملية دمج بينهم وبين بعض. قعدنا سنة كاملة نعمل ده. بعد كده بدأنا ناخد أطفال، وطبعا كل مرة بيبقى معايا أطفال متجددين غير إلا ما عدا بعض الأطفال من القاهرة، هم دول اللي بيعتبروا ميسرين معايا، بيساعدوا الأطفال إخواتهم في عملية الدمج. بعد كده بدأنا في المرحلة الثانية نجيب الأطفال وبدأنا نخش بيهم على محافظة تانية زي رشيد، زي الفيوم، نعرفهم بلدهم وفي نفس الوقت يبقى عندهم ثقافات متعددة ويفهموا. طبعا جينا بقى في آخر المرحلة الثانية، قلنا طب إيه المانع إن إحنا نجيب كل أطفالنا اللي إحنا جبناهم من كل المحافظات، اللي إحنا كنا بنعمل كل محافظة لوحدها في ملتقى واحد، بحيث إن الأطفال كلهم يبقوا مع بعض. هو هيبقى إجهاد علينا، اللي إحنا الأول كنا بناخد 60 طفل من كل محافظة، بناخد حوالي 40، ومن القاهرة بناخد 20، لكن ان انا اخد 200 طفل من المحافظات كلها واشتغل، هذا اجهاد كبير على فريق العمل عندنا. لكن قلنا لك طب احنا نشوف هنعملها ونشوف ايه الناتج بتاعها، لان احنا بعد كل ملتقى الاطفال واسبوع دمج الاطفال بنعمل دراسه وبنشوف السمات الخاصه بالاطفال دول ومدى التغير من اللي جواهم، لان احنا طبعا بنعدل بعض المفاهيم الخاطئه او بنعدل معاهم حاجات كتيره جدا في السلوك، فطبعا بيبقى عندي دراسه. ده عملنا الملتقى دوت في نهاية 2020، لقينا إن الأطفال عندهم استجابة كبيرة جدا، وشيء ممتع بالنسبة لهم وعظيم إن هم يبقوا فرحانين جدا إن هم مع بعض، ويبقى في صداقة وأخوة بينهم وبين بعض في كل الأماكن. فكملنا المرحلة الثالثة بنفس المفهوم، اللي هو أولادنا من كل المناطق الحدودية يبقوا موجودين معانا في أسبوع الدم، ومع اخواتهم الموجودين في القاهره ومع اخواتهم الموجودين في المحافظات المختلفه. يعني وديناهم شرم الشيخ مره، وديناهم الغردقه مره، وديناهم يعني اكتر من اسماعيليه، بورسعيد، يعني اسكندريه، وديناهم اماكن كتيره. كل مره بناخد مجموعه من الاطفال غير الاطفال اللي كانوا موجودين، وبنشتغل معاهم البرامج اللي انا كنت بتكلم فيها مع حضرتك. في كل محافظه بنشوف اهم المزارات اللي فيها والاماكن السياحيه اللي فيها والاماكن الثقافيه اللي فيها والمتاحف اللي فيها، عشان اطفالنا يعرفوا تاريخ بلدهم، يبقوا عندهم فخر انهم ولاد البلد دي، يبقوا عارفين تاريخهم كويس، ان الاطفال دول هم الخط الاول، الدفاع الاول للبلد في مكانهم، هو اللي هيكبر ويبقى شاب، وبعد كده هيبقى راجل ويبقى رب اسره، فهو اللي هيبني المجتمع بعد كده. طب فلازم يكون عنده الوعي الكافي ده. طب الهدف بس هل هو يعني زياره الاماكن التاريخيه، ولا يعني عندكم مبادرات انكم تكتشفوا مواهب هؤلاء الاطفال وتنموها وكده؟
معنا الصبح بيبقى فيه زيارات للاماكن الاثريه والتاريخيه والمتاحف، وبعد الظهر بيبقى فتره الانشطه وورش العمل، وعندنا احنا 16 ورشه عمل عاملينها مع الاطفال. المره دي احنا عاملينها في قصر ثقافه وادي الفرج في القاهره، القصر طبعا من القصور الجميله جدا في القاهره، قصور الثقافه، ومساحته كويسه جدا فتستوعب عدد الاطفال بعدد الانشطه بعدد الاماكن اللي موجوده فيه. احنا بنعمل نشاط مسرح بشري للطفل بيكتشف مواهبهم في المسرح، بنعمل مسرح اسود اللي هو بالعرايس اللي هي بطريقه المسرح الاسود، بنعمل ورشه غنى وموسيقى للاطفال اللي عندهم موهبه في الغنى، عندنا ورشه اداء حركي للاطفال اللي بيحبوا الفنون الشعبيه واداء الحركي، عندنا ورش متنوعه للحرف التراثيه والتقليديه والاشغال الفنيه للاطفال اللي هو مش بيحب يغني ولا بيحب يرقص ولا بيحب يعمل مسرح، هو بيحب يعمل اشغال بايده، فبنبدا نعلمه عندنا من باب ايه؟ من باب انه يعرف الحرف بتاعته، من باب مش يشتغلها لا يعرفها. يعني عندنا ورش للخياميه، دي حاجه هايله جدا ومختلفه جدا دكتوره حنان، ان احنا بنخرج من الشكل التقليدي بتاع التوجه للاطفال دايما ان هو لازم واحد فيهم يكون يا اما بيغني يا اما بيرقص يا اما بيحب المسرح يا اما بيكون بيعزف موسيقى، وما كناش بناخد بالنا ابدا الاطفال بقى عندها هوايات مختلفه وعندها توجهات مختلفه، فدي حاجه هايله ان احنا نراعي الفروق اللي موجوده. كل الشكر ليكي الدكتوره حنان موسى رئيس الاداره المركزيه للدراسات والبحوث بهيئه قصور الثقافة، شكرا جزيلا.